في كل مكان. وفرت محافظة الشرقية عدد من المعارض بسلع مخفضة في مدن ومراكز محافظة الشرقية. احنا الآن في معرض مدينة الزقازيق الكائن أمام محطة القطار، وكما تشاهدون الصورة تخفيضات في الأسعار، كل السلع الأساسية اللحوم والدواجن والسمنة والسكر، كل السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن بأسعار مخفضة. كيلو اللحمة كما تشاهدون الصورة ب 125 العجالي وب 150 الضاني، والكبدة الضاني ب 150 والعجالي 140 جنيه. ده منفذ لأحد المتاجر المعروفة في مدينة الزقازيق، واللي بيخفض الأسعار 30%. وهناخدكم في جولة داخل المعرض المتكون من عدد من البكيات اللي بتوفر فيها كل الأسعار. طبعا في تواجد لرجال التموين ورجال الغرفة التجارية للإشراف على عمليات البيع والأسعار. ثلاجات اللحوم والبقوليات والسمنة والسكر، ومنفذ خاص للأسماك، وده لأول مرة بتعمل منفذ للأسماك. اللحمة عندك بكام النهاردة؟ لحمة العجالي والضاني يا باشا؟ العجالي والضاني. لحمة العجالي عندنا ب 125 والضاني ب 150 يا باشا، دول 4 كيلو غنم. تمام. اللحمة العجالي ب 125 والضاني ب 150. ايه رأيكم في مشاركتكم في المعرض؟ لا احنا كل سنة مستمرين في المعرض، طول السنة موجودين في المعرض. اللهم صل على النبي. نشكر معالي المحافظ ونشكر الغرفة التجارية على إقامة هذا المعرض. انتوا اللحمة بتاعتكم طازة؟ اه اللحمة ده ضاني طازة مذبحة السلحانة. اللحمة دي العجول، لحمة بعضمه، اللحمة ده لسه بعضمه. تمام. لسه ما شفاش اللحمة هنا عندي اهوت، بس عدلوك كده موريك اللحم المشف دوت. دوت لحم مشف. تمام. دوت اللحم المشف. دي فاخدة عجل بكر اهوت، دي فوسيا. عندنا شوية لحم كله صغير. كده وريني اللي اتعرف بيك وبالبضاعة بتاعت حضرتك كده، كلمني. أنا حمادة أبو رفاعي صاحب تلاجة أبو رفاعي. متشارك في المعرض هنا بإيه؟ مفروم 95 بدل 115. كبده 87 بدل 100. تمام. لحمه ب 100 بدل 120. وعندي بقى مصنعات كتير، عندي وراك، عندي بنين، عندي جناح، عندي كبد وقوانص. تمام. عندي واللانشون زي ما احنا شايفين. عندي وجبه كامله. انت الاسعار عندك معلش كلمنا على الاسعار اهم حاجه. انا اقل من بره 20 جنيه و15 جنيه. يعني كيلو اللحمه عندك بكام والكيلو المفروض؟ 100 بدل 120. 87 بدل 100. تمام. 95 بدل 115. واللحوم المصنعه زي اللانشون والبرجر ده بره 20 جنيه، عندنا 15 جنيه. تمام. وعندك ايه تاني كده من الارخص؟ 42 بدل 50. تمام. اخبار البيع والشراء كده ورينا. حاجه جميله قوي اهي، كيلو ب 30 جنيه بره ب 34. عدس تركي ممتاز. عدس ابو جبه بره ب 34، عندنا برده ب 30. حاجه ممتازه تركي جميله جدا. لوبيا البلد. تمام. بره في اي حته ب 35 جنيه، عندنا ب 29. حاجه بلدي جميله كويسه جديده لسه. عندنا الفاصوليا بلدي ب 28 بره ب 34. عندنا الفول البلدي 25 بره، عندنا ب 23. خش على المكشوش. المكشوش ب 18 جنيه بره ب 22 جنيه. افنديه يعني انت اقل كده سعر يعني بكام عن بره؟ مثلا 2 و 3 جنيه في الكيلو؟ 3 جنيه 4 جنيه على حسب. الاسعار عندك عامله ازاي؟ وريها للجمهور كده. عندنا العسل النحل البرسيم عامل 55. عسل كويس درجه اولى اصلا من المنحنى. تمام. يعني سلينا كله. وعندك ايه تاني كده من السلع؟ وعندي برضك من عملنا جوده برضك من العسل اللي هو كيلو كامل برضك زي نظام بزازه كده. للاطفال. تمام. وعندك ايه تاني من السلع الغذائيه؟ عامله 30 جنيه وفي 800 مللي عامله 34، وفي لتر صافي عامله 42.5. ديت الاحجام الثلاثه بتاعت الزيت. وبعدين عندنا برضو خل 5% و3%،
3% بيعمل 6 جنيه و5% بيعمل 8 جنيه. بالنسبه لاوزان الزيت برضه عندنا الازاز الكبيره اللي هي 5 لتر صافي بتقف 209، وعندنا 3 لتر صافي في منها نوع تيدا ب 128.5 وفي نوع الدريم ب 130. في عندنا برضه الشغل الصناعي اللي هو الكبير اللي هو 20 لتر. نتعرف بحضرتك المعلم جمال عامر. انت هنا بتشارك في منفذ السمك، لو تورينا كده الاسماك عند حضرتك ما شاء الله طازه اهي. 33 ب 33 الكيلو. 33 مساهمين. مساهمين اقل حاجه ب 5 جنيه. تمام. وعندك ايه تاني من انواع السمك؟ تعال علم اخد القلم. ماشي خد يا عم. ده سردين عماني ب 30 جنيه. تمام. ده رنجة رنج ب 30 جنيه. ده روسي ياباني ب 50 جنيه. تمام ماشي. حبالي ابيض ب 75 جنيه. ده جمبري لحم بتاع عزبة البرج، بتحشر في عزبة البرج ب 75. تمام. دي كريمارية متنضفة ب 135. ده جمبري درجة أولى هو ب 225. ب 215. 15 ماشي يا باشا. وده اللي ده بوري الحتتين والثلاث حتات كيلو ب 60 جنيه. تمام. انا هاني السيد مسؤول المعرض، بختار العارضين في المعرض. طبعا الاقامات والغرفه بالتعاون مع المحافظه والتموين لتخفيف اعباء المعيشه عن المواطنين في ظل طبعا التضخم والاسعار اللي زادت وارتفاع سعر الدولار اللي مأثر على البلد كلها. طبعا احنا حاولنا نوفر قدر الامكان مواد غذائيه، بس المره دي اسعار لازم تكون اقل من السوق كله بفرق من 10 جنيه ل 15 جنيه، ما عدا الحاجات بقى اللي هي هامش ربحها قليل جدا ديت، بنتكلم في 3 4 جنيه. مهما كان اي صنف هيبقى موجود في المعرض لازم يكون اقل من السوق كله. بنحاول برضه نظبط مع الناس اللي بره، لما بيشوفوا اسعارنا ابتدت تتغير يحاولوا يتحركوا معانا، يخلوا الاسعار قريبه شويه. حاولنا نوفر برضه سرعه الاستراتيجيه اللي الناس مش عارفه. اشتريت علبه مربى. علبه مربى ب 8 جنيه بره ب 10 جنيه. ايه رايك في الاسعار هنا في المعرض؟ 100 100. اقل من السوق بكام؟ اقل من السوق من الله معايا. لا يعني الاسعار عموما اقل من بره بكام؟ 3 جنيه. يعني اقل من بره يعني كده حلو. انت لقيت ايه تاني ارخص رخيص بسعر رخيص عن بره؟ السكر والزيت وكل حاجه رخيصه. حضرتك اشتريت من المعرض؟ اشتريت سكر اقل من بره بكتير. اشتريت الكيلو بكام من السكر؟ ب 16.5. وهو بره بكام؟ 19 و18. طب ايه رايك في الاسعار هنا في المعرض؟ ممتازه ممتازه. كل حاجه كويسه بس الناس تصبر وتمشي. احنا لاقيين السلعه، بره مش لاقيين السلعه اصلا. احنا هنا في البلد لاقيين السلعه، بره مش لاقيين السلع. الحمد لله. معاهم الفلوس مش لاقيين السلع، هياكلوا فلوس. طيب يعني هنا الاسعار كويسه وقليله. ممتازه ممتازه.